كان يا ما كان في حاضر العصر والأوان واحد الدولة سميتها مغربيستان، كيقولوا أنها غتنظم كأس العالم 2030، وأنها دولة ديال 12 القرن، وأنها دولة عندها أقمار صناعية، وأنها رائدة إفريقيا، وأنها والأنهات ديالها لا تنتهي. واحد النهار في واحد المطار سميتو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، جاو المغاربة ما عليهم ما بهم، غيشدوا الطيارة في الدولة اللي غتنظم كأس العالم باش يمشيو لباريس لفرنسا. فإذا بشركة لارام تفاجئهم وكتقول لهم أنكم ما غتمشيوش. كانوا هما 13 لواحد. قالوا لها علاش؟ قالت لهم الكراسة اللي في الطيارة ديالكم كاين 13 كرسي مهرس، وهذوك الكراسة ديالكم، إذا انتوما ما غتمشيوش وغيمشيو الكراسة اللي ما مهرسينش. فطارت طائرة لارام ب 13 الكرسي مهرس وبدون 13 راكب عالم الدنيا. كان يا ما كان.